من بعض الطرائف اللي وقعت رضوان بن عبد السلام انني كنت غايب واحد المده، ملي جيت لتطوان واحد البوليسي قال لي فين هذا الغياب الطويل ديالك؟ انا كحسب لي صافي مشيتي تجاهد. وكان عندي واحد ستيلو هنا جبته، قلت له شوف انا عندي على ستيلو، انت اللي عندك الفردي ومدرب على الضرب بالسلاح، انت اللي تمشي تجاهد، انت اولى بالجهاد مني، اما انا طالب علم اكتب لا احسن استعمال السلاح، انت مشي تجاهد. وبدا قال لي وياه، بدا يضحك، قلت له انت تضرب لابوكا والبيتزا هنا مع راسك، وانا خصك تهنى مني. فهذو من الطرائف اللي كيوقعوا احيانا، والاجوبه خصها تكون انسان يتلقى، حتى ان مازحك احد تتلقاها بنيه طيبه. كاين واحد المشكله عندنا كنعانيو منه، انه ربما احد يمازحك وتقول هذا راه يعني كيبغي يقول لي شي كلام، او حشي لي الهضره، فهمت؟ يعيروني، يعني سوء الظن.